بناسي مهنية قدمت مباراة الطيبة اليوم في ملعب طيب الميري وشفناك في التشكيل الأساسي. والله صحيح واحد ثاني مباراة لي في البطولة مردود مش خايب عملت مردود بس صحيح جاني معطى كروب حسيت شوية وجاع خرج أما إن شاء الله نكمله هكا ونخذ من أرواحنا سيتو في تريف هذه نزيد نخذ من أرواحنا أكثر وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله. ميري وانت في التشكيلة الأساسية المباراة الثانية على الدوام. أي واحد معني يخدم على روحه ومازال ما عمل شيء فهمتني لازمتنا نفرحوا جمهورنا وديما نربحوا وإن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ربي معانا البلاي أوف إن شاء الله. الحمد لله ذول الانتصار هذا كان مهم بارابور بالريزلتا اللي صايره في قالوا نحن الماتشات الاخرين ماك تعرف ماتش بعد ثم تريف طويله خلينا نخدم مرتاحين اذا ما يعنيش مزال ثم شويه نقايس ماك تعرف تخدم نقايس وانت تبدا رابح وجوك به بلغه الكره خير من اللي تخدم وتبدا خاسر الحمد لله ذول اليوم كان ثم مانيير وريزلتا وحاجه باهي اللي ثم وليدات صغار دخلوا معنا اليوم وقاعدين نحطوا فهم ونقولوا نحن في السكه صحيحه وإن شاء الله يكون مردودهم خير إن شاء الله. هرام الجريدي السياسي كمل قبل الراحة متاع البطولة في المركز الأول مرتاح وبعيد بعض نقاط على صاحب المركز الثاني، شنو تقييمك أنت للفترة الأخيرة للسياسي؟ فترة والله فترة فيها الباهي فيها الخايب. نادي رياض الصفاقسي عمل دي ريزولتا كيما ربح كيما تعادل الحمد لله معناها اليوم على ارض ميداننا ان شاء الله بقدر ربي نكملوا في السلسله هذه فماش خساره جايه بيريود نتاع تريف لازمنا نحضروا فيها باش ان شاء الله في الفاز نتاع البلاي اوف نكونوا حاضرين كما يلزم ونكونوا صلحنا الغلاط اللي عملناهم وحسنا نقاط القوه نتاعنا.